لمشاهدة المتعة ومشاهدة هذا الشوط، شوطنا السابع. تندفع الجيادة المستوردة عمر 4 سنوات وأكثر جميع الدرجات، وعيونها تغازل ذهب مجلس إدارة نادي الفروسية على مسافة الميل. ينطلق إلى المرتبة الأولى فانتاستيك فور، يبدأ في المرتبة الثانية ليونيل دينج، يبدأ تكتيكيا مع أيضا المطاردة من بقية الأسماء. اندلي بيلينك يأتي في المرتبة الثالثة، وكذلك أشاهد هيرب لوب يأتي في المرتبة الرابعة، وستونش يأتي في المرتبة الخامسة. فانتاستيك هل يواصل الصدارة محلقا بالسماوي؟ ما شاء الله تبارك الله، 5 جيات قادمة من بريطانيا و6 من إيرلندا بمواجهة الوحيد القادمة من الأرجنتين الذي يتزعم الصدارة. فانتاستيك فور مع إيدي كاس يحافظ عليه للحظات المهمة، ولكن اندلي بيلينكياتي في المرتبة الثانية، وستونش قادما مع عبد الله الفيروز في المرتبة الأولى، وهذا على الصدارة. ينطلق فانتاستيك فور قدما إلى الصدارة، كبار المستورد انتقاء الدماء، السماوي قادما، السماوي متمركز في المرتبة الأولى. فانتاستيك فور هل يواصل الصدارة؟ ينطلق فانتاستيك فور، خزينة السماوي تتلألأ ذهبا، ما شاء الله تبارك الله. فانتاستيك فور فعلا الامتياز الرابع من المشاركة الرابعة في الميدان السعودي. إذا